كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله جل وعلا بين في هذه الآية أن هذه الأمة أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم وخيرها، فالله جل وعلا ميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم بهذا الشيء، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الحلقات ما قامت إلا لهذا الأمر، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأهم شيء في الأمر بالمعروف هو الأمر بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، وأعظم منكر هو الشرك بالله وهو ضد التوحيد. فهذا التوحيد هو الذي جاء به كل الأنبياء عليهم السلام، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي رسول جاء بهذه الرسالة وجاء بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن افرضوا الله جل وعلا بالعبادة واجتنبوا عبادة من سواه. ده أساس كل الأديان من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونهوا عن الشرك وهو عبادة غير الله، وأن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو الشرك الذنب العظيم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى إذا مات عليه ابن آدم. قال جل وعلا كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنحن كمسلمين ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد لنا أن نحافظ على هذه الشعيرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا هو الشيء الذي جعل الله به خيرية هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الله جل وعلا يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله جل وعلا بين حال بني إسرائيل قبلنا،
الحاجة اضيعت بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. زمان في بني إسرائيل إذا كانوا وقعوا في المنكر كانوا بينهوهم وما كانوا بينتهوا. والحصل شنو بعد ذاك؟ جالسوهم وقيل وأكلوا معهم ومشوا معهم في أسواقهم، ثم بعد ذلك لعنهم الله كما جاء في الآية. فده أمر مهم يا إخوان، هذه شعيرة هي من أهم خصائص هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف لا ونحن في هذا الزمان الذي انتشرت فيه البلايا والمحن والإحن؟ أعظم هذه البلايا هو الشرك بالله جل وعلا، ولا ما في شرك؟ شرك مليان، قباب تعبد من دون الله جل وعلا، وناس يعبدون من دون الله جل وعلا، قبور تعبد من دون الله جل وعلا، والناس تسكت وما تبين للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا بد أن يبين للناس أن هذه الأشياء لا يرضاها الله جل وعلا، وأن صاحبها إذا مات عليها فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. لا بد الناس تعرف إن دعاء غير الله شرك، الاستغاثة بالأموات شرك. تقول يا فلان تلحقنا ويا فلان تفزعنا فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك. إذا مات عليه الإنسان دخل النار والعياذ بالله. لابد أن تبين هذه الأشياء للناس. الليلة تسمع في الإذاعات وفي التلفزيونات وغيرها من وسائل الإعلام شرك ينشر في قصائد وفي غيرها من البرامج. يقول لك في التلي تناديهم قوموا صيح ليهم، أبقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم. في التلت الأخير يعني معنا هذا الكلام، إذا الله وفقك وصحيت في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه الله جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، يقولوا لك لا، نادي الجماعة دي ناديهم وقوم وصيح لهم بدل ما تنادي الله وتدعو الله تنادي فلان تلحقنا. يا شيوخ العلفون الأسرع من التلفون وغيرهم تناديهم، وربنا جل وعلا ينادي في عباده، شرك ينشر ويضلل الناس عن عبادة الله وعن صراط الله المستقيم اللي به الإنسان يدخل به الجنة.
وأي طريق ثاني فالإنسان يكون من الخاسرين. فانتبه إلى هؤلاء الناس وحذروا منهم. تبدأ بنفسك، بأهلك، جيرانك، كل الناس، توريهم في أي مكان، ما إلا تكون متحدث وتجي في حلقة وتجي في أي مكان، في الشغل، في مواصلات، في سوق، بين للناس. لأنه المسلم رحيم، بل مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم بالأمة. الله جل وعلا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ماذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دعوته؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الرحيم بهذه الأمة والحريص عليها. تحمل الأذى، بالغ الأذى في سبيل هذا الدين وفي تبليغ هذه الرسالة، ألا وهي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلنحرص يا عباد الله على أن ننقي ديننا ونصفيه من الشرك والشوائب كالبدع وغيرها من الأشياء التي لا يقبلها الله جل وعلا، وأن يكون ديننا وأساس عقيدتنا هي التوحيد، إفراد الله بالعبادة. ناس لا تدعو غير الله، لا تستعين بغير الله، تنادي الله جل وعلا وحده في الشدائد وفي الكرب. الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا الآيات دي ما أثرت فينا وما اقتنعنا بالكلام ده، شنو اللي بيقنعنا تاني؟ نخلي الله القريب ونمشي للبعيد؟ اللي ما يقدر ولا يملك ولا يسوى شيء دي حاجة، ولو دعيناه بكل النقائص اللي فيه نقع في الشرك والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقدم الشيخ مزمل.